اللي متصور انه تراجع حزب النور والسلفيين في البرلمان بانه خد في المرحله الاولى 8 مقاعد وممكن ياخد قدهم ولا اكتر منهم في المرحله الثانيه، ومتصور انه كده انتصر على الفكر السلفي، فهذا جنون محض. لانه كمان لو قريت الارقام وشفت غرب الدلتا ادت كام، 500,000 لقائمه النور، ولو بصيت في البحيره ومرسى مطروح وشفت سيطره السلفيين تعرف ان المشكله عميقه، وان القضيه مش قضيه التمثيل البرلماني، القضيه قضيه التمثيل بالعقل المصري، تخريب العقل المصري من هذه الوجوه ومن هذه الافكار. وانك على سبيل المثال اسمع بس المقطع ده عشان اشرح لك انا عايز اقول لك ايه عن هؤلاء الذين يخربون المجتمع المصري والعقل المصري والفهم المصري للدين والفهم الحقيقي للدين. نشوف ايه دور المرأة في الحياة، شغلتها ايه. قال ربنا جل جلاله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها. ادي وظيفة المرأة، ليسكن اليها ويتغشاها. قل لي انت عايز ترجع النساء لعصر الحريم؟ مش انا، ربنا. فالزوج هو السيد، مش انا اللي بقول كده، ده دين. سيد ليه؟ لانه هو اللي بيصرف كل قرش تنفقه المرأة على البيت ينقص من رجولتك. كل جنيه هي تصرفه ينقص رجولتك على قد الجنيه، 1%، 2 جنيه، 2%، 3 جنيه، 3%، لحد ما يبقى 50 جنيه. يبقى كم؟ 50% تبقى زيها. لذلك الفقهاء يقولون إنما الطاعة لمن أنفق، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فلا طاعة له، لا يجب عليها طاعته. طيب الخرف ده اللي بيقوله حسين يعقوب خرف، خرف وهطل وخطل وفهم مش بدوي ولا صحراوي، فهم متخلف للدين. لكن ده نوع الفكر الشائه البله الابله اللي بيتغرس في عقول الناس من 40 سنة، واللي الدوله تحرسه وتتابعه. على فكره الكلام الاهبل ده الدوله بتحبه. العرب المسلمين ما بيسمعوش غير الغث ده بقالهم 40 سنة،